بصي بقى، موضوع زي ما انا اتكلمت في البدايه مهم، وسيدات كتيره جدا اعتقد ان هي ممكن تكون مهتمه بالملف ده وعندها هذه المشكله او بتعاني من هذه المشكله. وفكره هنا ان احنا اوقات يعني طبعا انا عايزه منك بدايه شرح يعني ايه اصلا تكيسات المبايض، لكن النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها باستفاضه كمان، ناس كتيره لما بتيجي وزنها يزيد بتقول لك انا ما باكلش، انا ماشي على دايت، انا ليه بيجرى لي كده، انا ليه الحرق عندي قليل، يطلع ان في موضوع تاني خالص هو السبب. فخلينا نعرف منك اكتر. بصي، تكيسات المبايض ده عرض كده موجود، الدراسات مش عارفه هل هو بسبب مقاومه الانسولين ولا انا لما بيجي لي تكيسات فبيجي لي مقاومه انسولين. يعني هم مش عارفين هل جالي مقاومه فانا جالي تكيسات ولا جالي تكيسات فبقى عندي مقاومه. فالحقيقه انه السبب لحد دلوقتي لسه مش واضح، بس ممكن يكون حاجات معتمدة على جيناتكس، ممكن يكون بسبب اللايف ستايل، حاجات وراثية، وحاجة مثلا معتمدة على اللايف ستايل بتاعي وطريقة أكلي، فبالتالي جابت لي مقاومة إنسولين فبقى عندي تكيسات مبايض. أعرف منين إن أنا أصلا عندي تكيسات مبايض؟ في أعراض واضحة كده لو اجتمع مثلا ثلاثة منهم يبقى أنا أكيد عندي، بس برضو لازم أعمل تحاليل، وبنقول برضو طيب على التحاليل بتاعتي. كده مثلا أول حاجة إنه الدورة الشهرية مش بتبقى منتظمة، يعني بيبقى فيه انقطاع لفترة طويلة، أو لو جت بيبقى فيه تكرار على فترات قصيرة. أوكي. دي أول حاجة، وده بيحصل نتيجة خلل الهرمونات. تاني حاجة إن أنا وزني مهما عملت من دايت ورياضة واللايف ستايل بتاعي كان مظبوط، بلاقي إن أنا وزني يعتبر ثابت، او ان انا حاسس ان انا كمان بزيد في الوزن. تالت حاجه ودي اشهر حاجه برضو مع الحاجتين دول، اللي هو السكوت الغزير في الشعر، يعني شعري بيقع كتير قوي غير العادي، وبالذات بيفضى من قدام. يعني احنا في العادي شعرنا بيقع لما مش بناكل كويس، شعرنا بيقع كتير، بس الفراغات اللي بتبقى قدام دي بالذات هي برضو بتبقى اعراض تكيسات. حاجه كمان، لو بنات مثلا بشرتها اويلي شويه او دهنيه او حتى كومباين مختلطه، بتلاقي ان التي زون بتاعتها دي، المنطقه دي كلها افراز الزيوت فيها زياده عن اللزوم، يعني مش الطبيعي. واخر حاجه وهي اللي هو بيظهر شعر شويه في مناطق غير مرغوب فيها، يعني تلاقي مثلا الحته دي تقيله شويه، الرقبه تقيله شويه، الايدين بيظهر فيها. اذا وقتها بقى لازم ان احنا نروح نعمل تحاليل عشان السيده بالزبط تتاكد ان بالزبط هي فيها مشكله. بعمل تحاليل بتاعه سكر، وبعمل تحليل اسمه هما اي ار عشان اعرف انا عندي مقاومه ولا لا. وانس ان هو عندي، ببتدي اروح للدكتور بتاع امراض النساء عشان يشخص حالتي مظبوط، يشوف انا النسبه بتاعتي قد ايه، بيعمل سونار برضو عشان يتاكد هو انا التكيسات عندي نسبتها قد ايه وحجمها قد ايه، فبالتالي بيقدر يحط العلاج المظبوط. كويس. طيب، حد خلاص اكتشف ان هو، او يا سيده يعني اكتشفت عندها تكيسات مبايض، اوكي، ده بقى ازاي بيعوق اصلا يعني فكره ان انا ما انزلش في الوزن؟ يعني ايه الريليشن، او ازاي ريليتد لده؟ الريليشن اللي هي المقاومه بتاعه الانسولين، ان انا لما هما الاثنين لينكد لبعض، لما بيبقى عندي تكيسات بيبقى عندي مقاومه انسولين، معناها ان انا اي حاجه نشويات او سكريات بتخش جسمي حرقها بيبقى ضعيف شويه، فبيبقى عندي سكر دم عالي، فكل السكر ده بيتخزن ان هو دهون في الجسم. مقاومه انسولين معناها كمان انه انا الانسولين عندي مش متظبط، الخليه مش حاسه بالانسولين، فافراز الانسولين مش دايما بيبقى بالنورمال رينج او المعدل الطبيعي بتاعه، فانا محتاج اظبط الحتتين دول عشان ما يبقاش عندي تخزين دهون زياده، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي انسولين عالي، فمش عارف يكسر لي او يحرق لي النشويات دي، وبالتالي برضو بيزودني في الوزن.